ننهي بقى اللقاء الجميل ده اللي اتعشم ان انا اكون عند حسن ظنكم فيه بموقف انساني اتعلمته من احد مساعدي الشرطه اسمه عم الصول بلال. حتى انا كتبتها ساعتها في مقال جميل جدا ونال استحسان ملايين المصريين. كان العنوان بعنوان عنوان المقال يعني سبحان مغير الاحوال. في يوم من الايام انا كنت قاعد رئيس نبطشيه وكان جو برد جدا في يناير تقريبا، كان الكلام ده سنه 84. لقيت عم بلال ده انا كنت احبه جدا جدا، صول بلال ده، لانه كنت بشوف فيه مثال رجل الشرطه المحترم اللي هو بيفكرني بالشرطه. يعني كان يلبس اللبس الميري ويعني فعلا كان النظافه بقى والجزمه متلمعه والى اخره، وعشان كده كانوا دايما يعينوه على حته اسمها باب 24. باب 24 ده اللي هو الباب اللي بيدلف منه ضيوف الفي اي بي اللي بيجوا لمصر، بيخشوا على قاعه كبار الزوار. ففي الحته دي كنا مسمينها باب 24، اظن هو موجود لغايه دلوقتي يعني. فكانوا عاملين الصول بلال ده في الحته دي بالذات. في يوم من الايام الساعه حوالي 3 الفجر لقيت تليفوني الداخلي برضه ما كانش فيه موبايلات ساعتها. رئاسه المقدم في الايه عم الصول بلال، ازيك عامل ايه مش عارف ايه، قال لي في واحد لواء موجود في باب 24 بيقول ان بنته جايه على الطياره الفلانيه ومعاها 3 اطفال وعايز يعني يخش، والظابط اللي متعين عندي هنا مش عارف اتواصل معاه مش عارف الاقيه. قلت له طب انا مالي يا عم، انا ماليش دعوه بالقصه دي، انت المفروض ان في ظابط متعين في الباب ده وهو اللي بيقول لي كذا، وهو برده ما كانش فيه زي ما قلنا تليفونات محموله وكده، طب اعمل ايه انا مش عارف. اسمه ايه؟ قال لي اسمه اللواء احمد رشدي. قلت له احمد رشدي ده كان ساعتها اظن مدير امن القاهره او كان مساعد الوزير، يعني كان خلاص يا اما في يعني كان. قال لي هو بيقول اللواء سابق احمد رشدي. فتقريبا عرفت ان كان احمد رشدي فعلا كان مدير الامن القاهره، ثم بعد كده مسك مساعد وزير الداخليه للامن الاجتماعي او الامن الاقتصادي، وكان تقريبا طلع من الخدمه بقاله حوالي اسبوعين ثلاثه. وده برضه من ضمن الدروس المستفاده اللي هو درس اسمه الوفاء. ولذلك النهارده لما جه الساده وزراء الداخليه الحاليين والقريبين ما بيقولوش على الضباط اللي طلعوا معاش الضباط اللي هم المعاشات، لا بيقولوا علينا الضباط الذين اوفوا العطاء. المهم كلمني قلت له طب انا هعمل ايه؟ اتصرف انا ازاي دلوقتي؟ مش عارف ايه. المهم بشكل او باخر كان ساعتها المدير بتاعي الحقيقه اللي هو محمد سلامه ربنا يديله الصحه، فكان في خط داخلي على بيته. فرحت مكلم على الخط الداخلي، يا فندم في كذا 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 كذا. فهو يأتي بيقول لي ايه؟ بص يا محسن، الراجل ده من الناس المحترمه جدا، هو ساب الخدمه وطلع على المعاش، ولكن الواجب اللي علينا ان احنا نكرمه وروح له وقف جنبه، ولما تيجي بنته خلص لها كل الاجراءات وانهي الموضوع ده خلاص. كان الجو في منتهى البروده يعني. المهم رحت لعم الصول بلال لقيت الراجل واقف محرج طبعا، فقال لي قلت له فين يا عم بلال؟ قال لي هو احرج ومشي. جريت وراه طبعا في الشارع، مساء الخير يا فندم انا فلان الفلاني، اهلا يا ابني. قلت له يا فندم اتفضل يعني. قال لي خلاص خلاص. قلت له المهم يعني فعلا دخل جوه الصاله، الجو كان يعني دافي شويه، جت الطياره الساعه 6 الصبح، خلصنا الاجراءات وخد بنته ومشي. طبعا عن صول بلال ولا قال بقى للرئيس بتاعه ولا حاجه، قال لي لو عرفوا هيأذوني ومش عارف ايه وبتاع. قلت له بقول لك ايه، احنا عملنا الواجب وانا خدت توجيه بكده وخلاص، انسى الموضوع ده خلاص كده تمام. روحنا سويعات، مش هقول بقى بعد عده ايام سويعات، ولقينا اللواء احمد رشدي بيحلف اليمين وزيرا للداخليه. عايز اقول بقى التحول اللي حصل من الناس اللي هم ادوا ظهرهم فجاه اصبحوا هم الناس اللي هم بيجروا عليه عشان يسترضوه. ما كانش ساعتها احنا خلصنا بقى النبطشيه وروحنا ونمنا، بصينا في اخبار الساعه 6 ان احمد رشدي بيحلف وزاره الداخليه. تاني يوم الساعه 8 بالليل لقيت العميد الرئيس بتاعي محمد سلامه بيكلمني، اطلع لي بسرعه. طلعت له المكتب، قال لي تطلع تنزل تجيب الصول بلال. صول بلال ده فين يا فندم؟ اجيبه منين ده؟ مفيش تليفونات محموله وبتاع. المهم ما عرفناش طبعا نوصل له، ففضلنا قاعدين لغايه لما جه في نبطشيه الصبح تاني يوم
لقانا كلنا واقفين مترصصين. ده وزير الداخليه عايز مين؟ عايز الصول بلال. عامل الصول بلال يا نهار اسود، ده انا كده اترفدت، ده انا كده دخلت واحد من غير مش عارف ايه، ده انا كده 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 كده. خدنا الصول بلال وطلعنا للعميد محمد سلامه، هو طبعا كان ساعتها عميد يعني، دلوقتي يعني ربنا يديله الصحه. انت عملت يا بلال مع احمد بيه رشدي؟ قال له ما عملتش حاجه والله العظيم يا فندم، انا قلت كذا كذا وكلمت المقدم محسن ومش عارف ايه وبتاع. قال له طيب هو عايزك دلوقتي، عايزني فين دلوقتي؟ في الوزاره. ما كانش يعرف ان هو بقى وزير. روح يا محسن معاه. رحنا خدنا عربيه بوكس ورحنا الصول. طبعا انا ببص الصول بلال وانا ماشي، الراجل بيفرهد طبعا، قالنا بس ده كده خلاص هيعشنقونا احنا الاثنين يعني. بس رحنا هناك لقيت الوزير احمد رشدي بكل تواضع قال له يا ابني، مع ان يعني الصول بلال اكبر منه يعني، قال له يا ابني انت علمتني درس من دروس الوفاء ودرس من دروس العطاء، ومنذ هذا التاريخ زي ما قلنا اتحول اسم ضابط بالمعاش الى ضابط اوفى العطاء. انا فاكر كويس جدا ان اداله من جيبه الخاص 100 جنيه، طبعا 100 جنيه في التسعينات دي ولا في 84 ده كان رقم يعني. حتى انا ساعتها فضلت واقف كده، طب انا هاخد ايه ولا انا هعمل ايه ولا كلام من ده. فراح مطبطب على كتفي كده وقال لي انا بشكرك على تعبك معايا، وان شاء الله باذن الله هيكون لك مستقبل طيب، طالما بتكرم الناس اللي هم ادوا بما يرضي الله وخدموا بلدهم بما يرضي الله. ثق تماما ان زي ما انت بترضيهم ربنا هيرضيك. انا سعيد جدا بلقائي مع حضراتكم، وان شاء الله باذن الله نلتقي دايما على خير. مصرنا دايما تكون مرفوعه ومنتصره وباذن الله. بس اذكركم بكذا حاجه قلناها في لقاءات اللي احنا قلناها دي. اول حاجه ان احنا نكرم كل انسان مد ايده لينا بالعطاء او بالخير او بالنصيحه او بجبر الخواطر. اوعى تنسوا جبر الخواطر، احنا في رمضان، كل سنه وانتم طيبين.